بيقول لكم ما تخافوش، يا ريت يبقى شعار ضوابط يناير هو شعار لينا جميعا. احنا صحافه مش خوافه، مش هيتم سجننا وزاد كبيره في السجون عشان احنا بنعبر عن راينا. هو فخور ان هو تم القبض عليه عشان عبر رايه بصراحه في قضيه ذات اهميه كبرى وتاريخيه زي قضيه الجزء الثاني، وبيدعوكم لعدم الترابط.